والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هناك داع وهناك شيء يطلب وهناك من يرجى جل وعلا وهناك ذكر للزمان. فإذا تأملنا هذه الأربعة فإن الدعاء هنا جاء في القرآن حكاية عن خليل الله إبراهيم، وهذا من أعجب الدعاء في القرآن إذا نظرنا إلى من يدعو، إلى من يدعو. الأصل في كثير من الناس إذا تحدث عن خطايا غيره يعظمها، وإذا تحدث عن خطاياه يقللها. خليل الله لعظيم معرفته بربه على الضد من هذا.